سؤال ما حدش بيحب يجاوبه، من كثير اشخاص سالتهم هذا السؤال، قديش راتب الوزير؟ الناس يعني نفسها تعرف جد قديش راتب الوزير وشو الامتيازات اللي باخذها. الوزير راتبه معروف 3000 دولار طبعا. تمام. التقاعد اقل، بينزل التقاعد. غير النثريات وغير فيش نثريات. لا كيف مش بعطوا سياره، مرافقين، بيت؟ السياره هاي بتكون معك ملك الحكومه، ملك الوزاره للعمل. ولما بدك تتركها او تشتريها ضمن الامتيازات. ما هي لا يعني ال 3000 دولار باخذهم، باخذهم هون بحطهم في البنك. هاي سياره للعمل يعني. انا مثلا لما رحت للوزاره كانت عندي سيارتي الخاصه. اكيد طبعا سيارة العمل لنقل الوزير بمهماته. أنا كنت بطلع من الخليل لطول كرم لكذا، بدفعوا بنزين السيارة لأنه العلاقة بالمهمات. أي واحد بيشتغل بأي وظيفة وبياخد سيارة الوظيفة لشغله يعني صيانتها تأمينها. يوم السفر الخارجي، السفر الخارجي بياخد بدل مهمة لها علاقة بطبيعة السفرة، وإذا هي مغطاة من الدولة الخارجية بياخدوش. وأنا ما بعتبر يعني هداك الامتياز أو هداك المبلغ العالي، بحكيها بكل أمانة. هلأ المبلغ 3000 دولار، وأنا كنت بعتبر أنه 3000 دولار، ومرة صرحت فيها وزعلوا من الوزراء.